مين بقى مين اللي يحدد ده يا دكتور؟ لا يعني انا دلوقتي الناس. يعني انا لو انا كتبت كتاب دلوقتي واخد بالك وقلت وتجرأت على ذاتي. جرأت ازاي يعني؟ يعني ازاي تجرأت؟ يعني انت قلت ان الله ينزل من عليائه ليشرب القمر في لا مش عارف ايه. ما دي زي اللي هياكل زي اللي هياكل من عند ابوك ولا اهلك. وإن النبي مش عارف مين كان يمارس الجنس مش عارف ايه. ما بص يا حضرتك ما هو ايه اللي بيعمل حاجه فاضحه من هذا النوع؟ ايوه ده المجتمع بيعاقبه حتى لو ما اتكلمش عن ربنا. لو اتكلم على يعني انسان عادي وسبه بطريقه واقعه بيتعاقب طبيعي. فاذا المعايير بتاعه الاخلاق العامه والاداب العامه دي متاحه للناس. السبك مطاطه يا دكتور. ما هي مطاطه يعني يقدر. لا وماله يقدر تتحدد هنا. لا وماله مطاطه. ما هو دلوقتي مثلا لما كان في وقت ما عايزين يعملوا لجنه عليا للرقابه على الاعمال الفنيه وكنت انا ضمن اللجنه اللي بتفكر ايه الرقابه دي. فلما عملوا لجان فرعيه كنت انا مسؤول عن لجنه منهم. التقرير بتاعي مع اللجنه اللي معايا طبعا كان فيها ناس محترمين جدا كان من ضمنهم ابراهيم عيسى بالمناسبه. توصلنا انه راينا ان الرقابه دي تتلغي وانه الفيلم بيتعرض. لما واحد يحس بخدش الحياه من الفيلم يطلع يقول للناس ده فيلم قذر وقبيح ومحدش يروح. واخد بنت واخد امراه وراحش الفيلم. المجتمع يحل الحكايه. المجتمع عنده قيم. ما افرض انت دلوقتي حضرتك لما جيت ما لقيتنيش رحت وقعدت على قهوه افرضوا لقيتوا ناس قاعدين بيردوا على بعض بطريقه نابيه وانتوا معاكم بنت هتمشي او ما معكوش بنت ما تحبوش تسمعوا كلام كده هتاخدوا بعضكم تمشوا في حته ثانيه. بلاش بيقولوا كلام عيب بيزعقوا وعامل لكم دوشه تمشي. اذا الناس عندها ميزان بتقبل ايه وما بتقبلش ايه. في المحلات بيتباع انواع من الجبن. بيتباع يمكن كمان لحوم خنزير. انا ما منعهاش. اللي ما بيحبش الخنزير او حاسس الخنزير ده ضد ايمانه ما يشتريهوش. لما نمنعه ليه يعني 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 انا هخلي الناس تمشي على الشريعه غصب عن انا. يعني حضرتك بتتكلم ان الاصل الاباحه مش التحريم. الاصل الاباحه ولا مش المنع ولا اصل الاباحه. اذا كان ربنا اتاح للناس انها تفسد وهو يحاسبها. اقوم انا يعني نخوتي بقى اكتر اقول لا ما حدش يحط خمره ما حدش يحط مش عارف ايه ما حدش يحط ايه لا ده حرام وده حلال وده حلال. طب مش حضرتك بتقول مش شغلتي. مش حضرتك بتقول ان كل مجتمع ليه اخلاقيات عامه وليه أيوة اعراف عامه. المجتمع مين اللي يحددها؟ ما حدش يحددها. يحددها التربيه العامه اللي في البيت وفي المدرسه واللي في الناس. انما كل واحد اخلاقيات عامه بتتفق على انه المسلم ما يشربش خمر. انما لما مسلم يشرب خمر انا ماليش دعوه بيه. انا مالي ومالي ربنا حاسب والينا مآلهم وعلينا حسابهم. انا ايه اللي يحشرني انا بقى في الكلام ده؟ طب مش ممكن صمتي عليك كاداره يقوم يحصل ايه؟ تنتشر هذه الفحشاء. تنتشر ولو انتشرت يحصل ايه؟ يعني ايه تنتشر؟ يعني واحد يشرب خمره كل الشارع يشرب خمره؟ هو هي ايه يعني؟ فيروس. واحد فاسد واحد مش متدين واحد صايع انا مالي ومالي. والناس بتقول ان الغرب برضه هذه الاباحيه الشديده جدا خلت كل المساوئ الموجوده في الغرب. لا يعني لا مش صحيح. اولا يعني زي ما محمد عبده قال هل وجدتوا في الغرب اسلام بدون مسلمين وجدتوا عندنا مسلمين باسلام بلا اسلام. الواقع انه الناس دلوقتي في الغرب اللي هو اللي احنا بنقول عليه فاسد وساعات بعض الحيوانات يسموه كافر ما بيكذبوش ما بيظلموش ما بيشتغلوا بجد وبيقولوا بيشتغلوا بجد ويعني يعمل واجبه ومتطورين اللي هو سفير الاسلام الحقيقي. انما انا ماليش دعوه بيه ان هو بيشرب خمره. لكن لما بيشرب خمره في الغرب ويمشي يروح مثلا ضارب في الناس بيخش السجن بيتضرب بالجزمة ما بيروحش شغل صفرة وخلاص. اذا المجتمع بيعمل انما ان واحد في المجتمع يعتبر ان هو الواعظ بتاع المجتمع هو الوحيد اللي بيفهم في الدين هو الوحيد اللي بيفهم في الاخلاق وان الباقي كلهم يقول لا تعال انت مشيت برجلك الشمال الاول لا انت مش عارف ايه انت ليك ايه وانت ايه. لا مش كده.
بالذات ان الاسلام بدون الاديان السماويه الاخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لا قسيسين ولا ربان منك لربنا. لذلك انا لما اروح احج ولما اروح اعمل عمره ما بجيبش كتب اقراها. انا هعمل زي المراهقين اللي بياخدوا كتاب في جوابات الحب ويبعت لحبيبته جواب حد تاني كاتبه مشاعر ايه دي. فانا هجيب واحد يكتب لي اكلم ربنا بايه مشاعر انا اكلم وانا قدام في حضره ربنا قدام الكعبه وانا مهزوز كده الاقي نفسي بقول يا رب انا بشكرك على اللي عملته ويعني فضلك كبير وانا مش عارف اعمل ايه وقدرني على خدمه الناس. بتكلم كلام بالقلب. الكلام ده اكثر بلاغه من كل اللي بيستفوه الصناعيه اللي بيكتبوا الاحراز والكلام ده وما يبقالهاش اي معنى ملهاش اي معنى المدام. وبتلاقي واحد هندي ما بيعرفش عربي خالص وعمال يقرا بالهندي ربنا مش عارف ايه كلام ملوش اي معنى بالنسبه له وكانه لو اتكلم ما اتكلم هندي ما كانش ربنا يعني هيستجيب لدعائه. ففكره امتلاك الحقيقه اخطر حاجه في الانسان والجهل الكامل الواحد يمتلك الحقيقه زي ما كنا بنقول يقول لك اصل المصريين. نعم يا اخويا جبت المصريين منين؟ وانت تلاقي الناس البسطاء اللي ما عندوش تعليم خالص لا لا اللي ما عندوش تعليم خالص لما تقول له اي حاجه يقول لك لا يبدا بانه يناقشك يقول لك لا اصلها ده ما انتش عارفها جبت اصلها منين انت لا تعرف اصلها ولا من حقك تقول لا خالص انت ما تعرفش الحكايه دي خالص. احكي لي تجربتك الروحانيه في الحج يا دكتور مصطفى. يعني يوم ما سمعنا ان حضرتك رايح الحج انا تصورت يعني كيف يقف فنان تشكيلي زي الدكتور مصطفى الرزاز في يعني في حاله روحانيه تترجم لشغل عمل ابداعي بعد كده تترجم لعمل انساني بعد كده. عاوز حضرتك توصف لي اللحظة الإنسانية. أنا عايز أقول لك حاجة، الفنان زي أي بني آدم تاني. في فنانين كثيرين عندهم إيمان وورع وعندهم قيم دينية سليمة جدا. وفي زي أي زي المحامين وزي الدكاترة كل أي فئة في ناس صايعين. فأنا من الطائفة الأولى. أنا إنسان مؤمن إيمان كامل. وعندي شفافية وأعتقد بل عندي قدر من التأكيد إن ربنا رعيني. وكل ما أقع في مأزق مغلق مستغلق تماما إيد كده بتطلعني منه وتطلعني. كل ما أفلس إفلاس مخجل ربنا يبعت لي اللي فيه الإسلام. فدي إشارات تخليني أحس إن أنا قريب ربنا وإن أنا متمتع بالعين وإنه بينصفني. أنا عندي إيمان قوي جدا لكن الإيمان بتاع المحفوظات الصم والمأوحى وإنه لا وإنه كده مش كده وكده ومش كده ده الإيمان اللي هو المتشنج أنا ما بؤمنش فيه. أعتقد إن ده إيمان شكلي وإيمان صناعي. بعيد عن طبيعتنا كمصريين إحنا شعب متدين بطبعه. المصريين متدينين بالتشنج. ولذلك الايمان بين المصريين وكل ما كانوا بسطاء يبقى ايمانهم اكثر شفافيه واكثر براءه اكثر براءه. عمر ما واحد فلاح يدعي ربنا ويطلع نص الاجور او يعني ان هو عارف ده الحرام بيقول يا ربنا يسترهم عليه. لا لا يعني بتكلم يعني بالنزعه الدينيه يعني موجوده. الراجل بيروح بيته وهو بيته ده عباره عن حصيره وحيطه واذا ما لقاش عشاء او اي حاجه ويبقى بيصلي المغرب والعشاء وبيحمد ربنا ودموعه بتنزل لان ربنا راضي عليه. ده الايمان. اللي عنده ملايين يكره حد عشان يروح يموت رقاصه عشان قالت له انا مش هرجع لك تاني. طيب ايمان ايه بقى؟ والحج فلان اسمه الحج فلان وبني جوامع باسمه. انما ده ايمان مصطنع ايمان متكلف ايمان مش بتاع ربنا. زي ما كنا بنقول ان الناس بقت مشاعرها بتجيلها من براها
الإيمان يا إما من جوه الواحد يا إما جيب من بره بقى يبقى بيصطلح وبيلتحم. لحظة الشعورية دي تهدفتها؟ أنا لما رحت الكعبة لأول مرة اهتزيت اهتزاز كبير جدا وما كنتش متوقع يعني مش متوقع أو مبنى اسود بما يعني شفت مباني اكبر منه كتير وافخم منه كتير وفي اماكن يعني حاجه رائعه. لكن لما وبعدين الكعبه المشرفه دي الغريب انك انت لما تشوفها كانك بتشوفها مبرده. يعني مثلا انت بتكون في بدايه شارع الهرم تشوف الهرم من بعيد فتتهيأ لغايه ما تقرب تقول ما انا عرفته لما انت شفته يعني شفته من ساعه وبعدين نص ساعه وبعدين ربع ساعه وبعدين 10 دقائق لما تشوفه بقى تقول هذا فعلا كبير. انما دي انت بتلاقي مباني كده وتخش تخش تخش وفجاه تلاقيها قدامك فكانك انت بتبهدل. فانا لما شفتها اهتزيت اهتزاز كبير وكل مره بعد كده شفتها حصل لي نفس الاهتزاز المبهدله والاهتزاز. فتحس انك انت يعني ده الشعور ده انا ما شعرتوش غير لما كنت في الجبهه كان قدامنا الاعداء وكان ممكن ان احنا نلتحم معاه فوقتها الوقت ده نسيت ان انا اسمي ايه وان انا بعمل ماجستير وقتها وان انا عندي عيله وان انا عندي زوجه وان عندي بيت. انا واقف في رجلي بس ومستعد ان انا اعمل اي حاجه من غير اي حسابات. رجعتني للحرب وانت كنت تجربة مهمة في المسألة دي. وقبل ما اخش في الحرب انت كان ليك تعبير جميل قوي في مسألة الكعبة ان هذا المكان الوحيد ان فيه ناس بتلف حواليه طوال 24 ساعة. انا لما كنت عشت في امريكا مدة اثناء الدراسة ولما بروح كتير دلوقتي لي اصدقاء واصدقاء عندهم حسن النية فبيسألوك من غير شماتة ومن غير ما يحاولوا يقهوك يعني فبيسألوك عايزين يعرفوا. فواحد من أصدقائي الأعزاء قوي قال لي أنا عايزك تقول لي إيه لو تلخص إيه الحاجة اللي تقولها لنا عن الإسلام اللي هي فريدة من نوعها فعلا. قلت له أقول لك إحنا في مكان اسمه الكعبة أنا أطلع العرب طول المكان ده من أيام سيدنا إبراهيم وفي ناس بتلف حواليه ليل نهار شتاء صيف خريف ربيع في سيول ناس ماشيه وميه لغايه هنا وماشيه بتلف حواليه مفيش اي حته في الدنيا الناس تدور حواليها كده الى المدى لغايه يوم القيامه لغايه نهايه الانسانيه يفضل الناس تلف حواليه. دي حاجه مؤكده في الماضي ومضمونه في المستقبل. الناس عماله تلف حوالين الكعبه 24 ساعه. ايه ده؟ حاجه مذهله. يعني شوف ما تلخص انت الاسلام كله في هذه الشعيره بتاعت الطواف برضه معجزه معجزه. ايه المكان الوحيد على الارض يعني لا كان مثلا معبد حتشبسوت ولا معبد كذا ولا معبد الاكروبول ولا هنا ولا هنا ولا برج ايفل ولا حاجه خالص. اي حته من دول يجي بالليل الناس تنام يجوا الصبح يتفرجوا ويناموا ويروحوا. انما حاجه تفضل ليل نهار 24 ساعه مدى الظهر الى الابد ما حصلش. فدي عبره جامده جدا.